يا طالبا للعلم في الأمصار لا تلهينك نشرة الأخبار وعليك بالتعليم لا تعدل به شيئا ولا بشيوخه الأبرار كلا ولا يشغلك عن تحصيله ما بث عبر تردد الأقمار كم ضيع المغبون زهرة عمره لم يجن غير تصرم الأعمار أنا لست أعني أن تعيش مغفلا ومضللا لم تدر بالأخطار لكن خذ الأخبار عن ذي خبرة متثبت في النقل والإشهار واقصد وكن في كل أمرك مقسطا ما بين ذي الإسراف والإقتار خير من الصحف الكثيرة آية تتلى بجوف الليل أو بنهار أو سنة تروى عن الهادي الذي بهداه قد تم الهدى للساري أو سبح الرحمن وادع مؤملا فضلا من الرب الرحيم الباري إن الزمان إذا عقلت غنيمة فحذار من هدر الزمان حذار فحذار من هدر الزمان حذار يا طالبا للعلم في الأمصار لا تلهينك نشرة الأخبار وعليك